حننتقل معكم للشق الثاني متعلق بضعف الخصوبة بس عند الرجال، للتفاصيل مع الدكتور خالد طبجي اختصاصي بالأمراض البولية والتناسلية وأكيد جراحته. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم جزيلا وجمعة مباركة على الجميع وللأخوة المصورين والإعداد. أهلا وسهلا فيك دكتور. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. بداية دكتور خلينا نحكي شوي وتعرفنا أكثر عن شو معنى كلمة ضعف الخصوبة. تمام، ضعف الخصوبة هي الكلمة الجديدة اللي بعد ما نحن لغينا شيء اسمه عقم، ما صار في حدا اسمه عقيم أو ما عنده قدرة على الإنجاب، صرنا نعرف أكثر حلول لحتى وصلنا لموضوع اسمه ضعف الخصوبة. ضعف الخصوبة هي تعريفها عدم القدرة على الإنجاب أو الحمل عند الزوجة بعد علاقة لمدة سنة بعلاقة دورية مع رغبة الطرفين بالإنجاب. إذا واحد حقق هدول الشروط اللي هي علاقة زوجية مع رغبة من الطرفين بالإنجاب ولمدة سنة، ما حدا منهم مسافر، عايشين مع بعضهم وريجولر دائما بيشوفوا بعض، سنة ما صار إنجاب منبلش نحكي إنه في عنكم مشكلة ضعف خصوبة. هون منبلش دائما بزيارة لقسمين من الأطباء. الزوجة لازم تروح عن طبيب النسائية أو أخصائي ضعف الخصوبة من الناحية النسائية لحتى يعمل لها فحص هرموني ويسمع منها قصة كاملة، يعرف إذا عندها عوامل خطورة. هذا الشق مو نحن بنعمله، نحن الشق اللي بنعمله هو شق الرجل. بالرجل بالذكر الأمور أسهل بكتير، يعني نحن مباشرة منشوف المريض، منفحصه، منقيمه شكلاً، ممكن يعطينا أنه عنده مشكلة ضعف خصوبة منسميها سحنة جينية معينة على المريض ممكن تكون، ومنطلب تحليل اسمه سائل منوي. بناء على التحليل السائل المنوي بنقدر نقول للذكر انت قادر على الانجاب بشكل طبيعي او بحاجه لمساعدتنا. هذا هو تعريف ضعف الخصوبه عند الذكور. طيب دكتور شو اسبابه؟ اسباب ضعف الخصوبه كثيره، واحد واهمها النمط الحياه اللي احنا عم نعيشه. اللي لقيناه بالدراسات انه اخذوا عينات من السائل المنوي عند الذكور بسنوات بين 70 و80، وعينات عند الذكور بسنوات 2000 فما فوق، لقوا أنه لنفس الأعمار بنفس المناطق السائل المنوي عند الذكور بعد سنة 2000 صار أقل جودة وأضعف من السائل المنوي اللي كان بسنة 1970 و1980. البحث بهاي النقطة لقوا أنه المشكلة الرئيسية هو اللايف ستايل أو اللي عم نحكي عنه نمط الحياة والغذاء. اللي بدنا نعرفه أنه الحيوان المنوي لحتى ينتج لازم يتوفر شروط، واحد انه يكون الجسد صحي ورياضي ونشيط، اثنين لازم يكون في عمر هرموني رائع اللي هو العمر بين بالنسبه للذكور بين 14 سنه لعمر تقريبا 35-37 سنه اللي هو افضل نشاط ونضج هرموني عند الذكر، ثلاثه لازم يكون هذا الذكر هو محافظ على نمط حياه صحي، يعني ما تعرض لحروب، ما تعرض لستريس أو ضغوط، ما تعرض لمواد كيماوية مثل أشعة الدخان، التدخين أو تعرضه للتدخين السلبي. كمان يكون ما تعرض هذا الذكر لإصابات وأمراض مثل الإصابات الفيروسية الشديدة، حتى الكورونا عملت مشاكل بضعف الخصوبة، أو مثلاً أشعة أبو كعب أو ما يسمى أبو كعب أو هو الممس، يعني هاي الأمراض كلها بتأثر على نوع وجودة تصنيع الحيوانات المنوية. لازم يكون كمان الذكر عنده غذاء صحي وجميل ويكون في غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، لذلك نحن بنعتمد بأدويتنا بشكل رئيسي على مضادات الأكسدة لأنه بتخلي إنتاج النطاف جيد، الأشكال رائعة والحركية ممتازة. فهدول هن الأشياء اللي لقينا أنه فرقوا ما قبل عصر الصناعة عن العصر الصناعي الحالي. تمام. هلأ بنذكر بالأرقام 9342 لأي سؤال بخص موضوع حلقتنا لليوم. طيب دكتور حضرتك حكيت من شوي أنه في سحنة جينية ممكن نحن نشوفها على المريض نعرف أنه هو ممكن يكون عنده مشكلة بالخصوبة. تماماً. طيب شو فيك تحكي لنا تفسر لنا أكثر هذا الموضوع وتحكي لنا على الأعراض اللي ممكن تظهر على الرجل؟ هو ضعف الخصوبة مثل ما حكينا أهمها العامل الانفيرومنتال أو البيئي، هذا أهم شيء، لكن في أسباب أخرى هي بتجي أقل درجة بأسباب ضعف الخصوبة. واحد منها اللي هي التشوهات الجينية أو التشوهات الوراثية أو مشاكل الـ DNA أو التنميط الجيني، يعني واحد ممكن يكون بيجي طويل
حلو ظريف، شكله أكثر باتجاه الأنثى من الرجل، شعره خفيف، شعر وجهه خفيف، شعر صدره خفيف، أحياناً في عنده علامات تثدي، هذا بنسميه نمط كلاين فلتر، اللي هو المريض عنده مرض وراثي بنسميه XXY، عنده جين إكس زايد هذا المريض، فبيكون هدول عندهم عادة نقص شديد بالحيوانات المنوية، بنلاحظه حتى مثل ما حكينا بالسحنة الجينية لما دخل علينا طويل، شعر وجهه خفيف وشعر صدره لما نفحصه خفيف، آسف بالكلمة، أحيانا حجم الخصيتين بيكون أصغر من الطبيعي، هذا هو الكلاين فلتر، واحد من أشيع الموروثات أو السحنات الجينية اللي بتجينا بالشكل وبالتنميط الجيني. هدول الكلاين فلتر مع أنه كان قديما نقول هن عقيمين، لا، لقينا أنه في نسبة 4-40% منهم بنلاقي عندهم نطاف بالبحث بشيء بنسميه رح نحكيه بالعلاجات اللي هي خزعات الخصية تحت المجهر، مع علاج هرموني صحيح. فإذا حكينا أول شيء هذا اللي هو شيء موروث. السبب الثاني حكينا اللي هي الإصابات الفيروسية، يعني الطفل على عمر، هي أخطر شيء، منشان هيك حتى بين العامة بيقول لك مثلا الواحد إذا أجا جدري أو أجا الممس، أنا ما عاد ذكرته بالعربي شو هو، أبو كعب الاسم العلمي تبعه، ولكن هو الممس، النكاف، نعم، الغدة النكافية، النكاف. فهذا إذا أجا بين عمر 12-14 سنة، هي سن البلوغ، هذا بيكون احد الاسباب لانه يعمل التهاب شديد بالخصيه ويعمل تدمير للنسيج المنتج للخصيتين. فبنجي هون بالدور الثاني اللي هو الالتهابات. الشيء الثالث الالتهابات المكتسبه، يعني عفوا مثل الامراض المنقوله بالجنس وغيرها، هي الامراض اصابه الاحليل البروستات او الغدد الاكسسواريه، نعم، ممكن تعمل عقم انسدادي او حتى ضعف خصوبه انسدادي او حتى تاثر على نسيج الخصيتين. 4 اللي هي الضربات والحرب اللي احنا عشناها، يعني اصابات مباشره باتجاه الخصيتين، الاعضاء التناسليه، ركب البسكليت والميتور والحصان، الهورس رايدنج، غالبا الخياله والفرسان بيكون عندهم ضعف بانتاج النطاف. 5 الادويه الخارجيه، وهي كمان بنبه عليها كثير جيل الشباب، لانه اوكي نحن بنحب الجمال، بنحب الحلاوه، بنحب البايسبس والترايسبس والفي لاين والسكس باكس، لكن احيانا اخذ الادويه المنشطه والهرمونات وخاصه الستيرويدات، هي ممكن تاثر بشكل مباشر على انتاج الخصيتين والنطاف وتعمل ضعف خصوبه شديد، احيانا بيكون عكوس، وفي كثير من الاحيان لما يكون صار له مده طويله ودخل بطولات بيكون غير عكوس. فهي هي اسباب ضعف الخصوبه بشكل عام. هلا للناس بهمهم اكثر شيء انه يعرف امتى هو عنده مشكله بالخصوبه، مثل ما حكينا اذا سنه ما صار انجاب لازم تتوجه على طبيب بوليه يكون له اختصاص اندرولوجي او بالذكوره. نعمل تحليل بعد الفحص والقصه المرضيه وننفي كل شيء اسباب كمان اللي هي الناس اللي احيانا تعرض بالحراره العاليه، مثل الناس اللي هن بائعين بالافران او بالمعجنات او بالشاورما، او الناس اللي تشتغل بافران او بالحديد، هدول الناس الحرارة العالية ربنا خلق الخصيتين خارج الجسم لأنه هي بحاجة حرارة أقل من 35 درجة مئوية، هدول بيكون دائما طول وقت نمون وبلوغهم هن دائما عند حرارة عالية، فهذا كمان بتأثر. بالمناسبة هذا فقط ابتعاده عن العمل بيحسن كثير من خصوبته ومن مشاكله. نحن بنطلب له تحليل سائل منوي بناء على القيم تبع السائل المنوي، هي ما بتهم كثير المشاهدين، لكن القيم واضحة وصريحة، أهم شيء نتأكد أنه حسب الترتيب الأخير من ما يسمى نحن الهو كرايتيريا أو المنظمة اللي عملت هاي القيم، الترتيب الأخير ب 2020 يعني خففنا كثير من عبء القراءات القديمة، صرنا نشوف الأرقام، دائما بنحكي بشكل عام العدد أكثر من 15 مليون، الكمية أكثر من 1.5، الحركية أكثر من 32%، والأشكال الطبيعية 4%، إذا هدول الشغلات موجودة والمرأة فحصت وما عندها شيء، هون بنجي عند الطبيب اللي بيعرف شو بده يعمل بعدها، اللي هو يفحص المريض لوجود شيء اسمه الدوالي. الدوالي هي أحيانا بتأثر بضعف الخصوبة حتى بدون ما يكون العدد بالسائل المنوي ناقص ب 50% من الحالات، وهي حلاوتها أنه هي الحالة الوحيدة اللي بس تعمل عمل جراحي بسيط، وطبعا هون رح نحكي المشكلة عن غالبا خلال شهر بصير حمل لثلاثة شهور، أغلب هدول المرضى لما يتنقوا بشكل صحيح بيرجع لك راضي، بيتصل عليك وبيشكرك أحيانا صفحات، وإذا كان كريم بيبعث لنا هدية على العيادة. فهدول الناس سهل جدا نلاقيهم بشرط أنك تبلش عن طبيبك الصح. الشيء اللي بدنا نحكيه بعده أنه أحيانا بصير تدخل بعلاج ضعف الخصوبة بين اختصاصات أخرى،
احيانا من زملائنا النسائيه والتوليد وهن فهمانين بهالموضوع، لكن احيانا تقييمه للطبيب بيكون اقل من تقييم طبيب البوليه، احيانا الاطباء العامين الصيادله المخابر بيدلوا المريض وبيأخروا التشخيص. اللي بدنا نعرفه انه ضعف الخصوبه إلنا سهل علاجه، لكن مهم جدا التشخيص بالوقت المناسب، يعني ما تتشخص وصارت زوجتك عمرها فوق ال 35 سنه، صار صعب يعني لما تعطينا فرصه نحن نعالج، صار بدها سنه سنتين، صار العمر يعني نحن بنقول عمر الزوجه لازم يكون تحت ال 35 سنه، هذا افضل عمر للحمل، بعد ال 35 بتزيد نسبه التشوهات الخلقيه وبزيد تاخر بالانجاب، فنحن دائما بنقول زورنا بزياره باكره مباشره بعد التاخر عن سنه عن الحمل ان كنتوا راغبين بالانجاب. طب ليش سنه دكتور؟ سنه تماما، احسنتي، هذا سؤال جميل. اللي لقيناه انه نحن دراسات قالوا امتى نبلش نفحص الذكر؟ لقوا انه امتى دائما نحن باي فحص لازم نشوف ننفي انه نحن عم نفحص زياده، يعني ما ندخل الناس تحت ضغوط اكثر ما هن مضغوطين اصلا بمشاكلهم. الفكره لقينا انه الازواج اي زوجين طبيعيين ما عندهم مشاكل نسبه انه يحملوا خلال اول 3 شهور، نحن بنقول الدوره دوره النطاف دوره الانجاب هي كل 3 دورات او 3 شهور. 3 شهور هن 25 ل 30%، على 6 شهور تقريبا 50 ل 60%، على 9 شهور بين 70 ل 75%، وعلى 12 شهر تقريبا 88 ل 92%. فقالوا ما نفحص حدا لبعد ما يكمل سنه، يعني كمل 4 دورات من دورات تنشيط الخصيتين ودورات كمان تنشيط المبايض عند النساء. فلقينا انه افضل وقت نفحص فيه هو بعد سنه من الزواج والعلاقه دون انجاب. فهون اخترنا موضوع السنه. مثل ما حكينا فحصنا السائل المنوي لقينا ما في مشكله بالسائل المنوي، مع ذلك ما في انجاب، او عفوا في حمل لكن بسموه حمل ضعيف، يعني حمل باول 3 شهور تم اسقاطه. احيانا اذا نفينا المشاكل عند النسائيه بتجي تحويلها من طبيب النسائيه انه الزوجه ما عندها شيء، بلش افحص عند الرجل، هون بنجي على مشاكل عند الرجل، حكاها بشوي دكتور مروان شيء على الذكاء الصناعي عم نعمله اللي هو شيء اسمه الدي اف اي. DNA Fragmentation Index، يعني بنعمل له تحليل لنشوف الجينات اللي داخل هالحيوانات المنوية الظريفة شكلا بالتحليل السائل المنوي احيانا بتكون مشوهة ومضروبة من كثر مواد المؤكسدة والمواد الضارة. فهون بهذا التحليل بنقدر نلاقي له حل كثير سهل وبسيط كمان نحسن له منه او بننقله لخيارات اخرى بالانجاب. كمان في عندنا شيء اسمه تحليل بنفحص عنه اذا هل سائل المنوي هل في نسبة التهاب مو ملحوظة، كمان في تحليل خاص لهم. في تحليل اخر جميل جدا وكان قديما يستخدم بكثره اللي هو مسميه البنتريشن تيست، يعني بنحط السائل المنوي على بويضات، مو ضروري بويضات ناس، ممكن بويضات من فئران او بويضات يعني بويضه من بس للتجربه، فبنشوف انه تم اختراقها بشكل جيد فبنعرف انه سائل المنوي عنده جيد وهو عم يخترق بويضه لكن المشكله بالوصول، او ما في اختراق فهم بنبلش نشوف شو المشكله. في بعض التشوهات النادره الجينيه انه هسه هالحيوان المنوي ما عنده القدره على افراز حمض يخترق جدار البويضه. يعني دائما في علاج في شفاء، بس المهم المريض يلاقي يعني طبيب طبعا. ويبلش يشتغل من بكير. طيب دكتور اول شيء الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا طيب شو نحن مثلا ممكن الامراض، تمام عرفنا الاسباب، شو الامراض اللي هي ممكن تسبب الخصوبه او قله الخصوبه؟ تماما، حكينا اهمها 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 والاشياء هي الالتهابات الفيروسيه، واثنين الالتهابات المنتقله جنسيا اللي هي ببساطه التهابات الاحليل وغيره وغيراتها، هي الامراض ممكن تاثر بشكل مباشر على الخصوبه. الشيء الثاني الناس الاورام، يعني المرضى اللي عندهم اورام او اخذوا جرعات كيمو او اشعه على منطقه الحوض ومنطقه الخصيتين ممكن جدا يتاثر عندهم موضوع الخصوبه. ما ننسى اهم مرض بالمجتمع اللي هو التدخين. التدخين اشيع شيء بالمجتمع وعم يرتفع ابرايزنج بين الكل، بنحذر منه. ليش قالوا التدخين ممنوع تحت 18؟ عن جد لازم يكون تحت 18 ممنوع، وحتى يا ريت تحت 22، لانه بهي الفتره انت فتره انضاج هرمونات كلها للشباب. اي تدخين تحت هاي المنطقه دائما عم بيخلي في مشكله بالانضاج وفي مشكله جدا بتحسين جوده السائل المنوي وللخصوبه عند الذكور. الامراض الاخرى اللي مثل هي اصابه المريض بالدوالي، هي واحدة من المشاكل السكري اللي ممكن تعمل سكري. طبعا السمنه، السكري، حتى ارتفاع التوتر الشرياني، مشاكل القلب والشرايين، مشاكل ضعف الانتصاب، هي كل الامراض بتاثر بشكل مباشر على ضعف الخصوبه عند الذكور، ومهم جدا دائما لذلك قلنا اول شيء القصه المرضيه المفصله لحتى ننفي هي المشاكل وبنصفها بشكل معزول انه مشكلته حول الخصيتين. تمام.
طيب دكتور، شو مضاعفات اهمال هذا الموضوع؟ هل هو ممكن اذا عرف الشخص انه هو عنده ضعف خصوبه، هل ممكن انه يصير عنده عقم، ولا هلا ما عاد في شيء اسمه عقم؟ يعني ممكن كل شغله لها حل. مثل ما حكينا باول الحلقه، واللي هذا بدنا ننقله انه بشرى للناس والمستمعين، انه ما صار في شيء اسمه عقم. يعني انت متى ما كنت بدك تتعالج، نحن بنقدر نحصل لك على حيوان منوي سليم بعدة خيارات. مهما كانت مشكلتك صعبة بنقدر نصل لحل. الفكرة بس طبعا التأخير دائما هو مو من صالح الأطراف كلها. أي تأخير بالعلاج مثل ما حكينا ممكن نصل لمرحلة غير عكوسة أو تصير كلفتها باهظة. يعني لما تتخذ خيار اللي هو خلينا نقول آخر خيار، اللي هو ناخذ الصبغة الجينية فقط من رأس الحيوان المنوي ونزرعها داخل، هذا خيار مكلف لانه بده اول شيء الاجهزه تكون متوفره، الاطباء اللي بيعرفوا يزرعوا هاي الصبغه الجينيه او بسموها الاكسي اللي هو حقن الجينات المباشر داخل البويضه بالبويضه، مخبر مجهز، كلفه عاليه وباهظه. دائما انت لما تتعالج بالاول بتوفر حالك جهد ومال كثير. يعني نحن عم نحكي عن تكاليف باهظه، احيانا بتصل بين 20 ل 25 مليون للشخص اللي بده، اللي تاخر بالعلاج، بس لانه تاخر بالعلاج قام اجى ما عنده غير هالخيار يتخذه. بس المشكله انه احيانا وقت يكون في مشكله عند الذكر تحديدا، ممكن انه يقول له مثلا طبيبه انه كل 3 شهور او مثلا بعد 6 شهور، فهي وهذا الوقت هو اللي بياخر. يعني انه عم بيقول له انه عم باجله لحتى يطيب، ايه انه مثلا ليعالج هي المشكله. هلا هون الفكره باختيار طبيبك. يعني الطبيب مفروض من الاول هو حط تايم فريم للمريض. يعني انا بحط للمريض وقت انه بقول له انا مثلا نحن ان شاء الله خلال بهاي الخطه مفروض خلال شهرين 3-4 ماكسيمم انه يصير عندك انجاب. ما صار انجاب، في مشكله بالخطه، لازم اصلا تتخذ تدريجيا من بعد اول شهر. يعني احنا بنعطيه ادويه وبنقول له كل شهر بنتابع تطور الحاله، ان كان بحجم الخصيتين بالايكو دوبلر او بالسائل المنوي او بتحليل مثل الDFI بنضل نعيده او الاوكسيديز تيست وغيره وغيراته. هدول الاشياء اذا ضلينا لازم نضل متابعين. اذا ما في متابعه طبعا ما بنعطي المريض دواء وبنقول له انطلق الى الطريق وتابع علاجك لحالك، لا طبعا. المشكله مثل ما تفضلتي بعض الاطباء انه احيانا خلص بيقول خذ هدول ادويه، هدول ادويتك خلاص رح تكون امورك منيحه. الشيء الثاني اللي هو مصيبه عند الناس انه اغلب مرضانا خلص هو بياخذ دواء بيقول دكتور اعطاني هذا الدواء اللي يغيبني، بيغيب لو ما تحسن. صحيح. يعني بيروح، انت بتفكر انه خلص حملت مرته اول بطن وثاني بطن وثالث بطن ومشت اموره تمام وجاب توائم، ولا هو لا بيجيك بعد 5 سنين دكتور انا اجيتك من 5 سنين شوف لي ملفي انا ما هلا ما تحسنت. فعدم المتابعه كمان مشكله جدا اللي هي الكومبلاينس من المرضى. طب دكتور ممكن نقول نحن انه عفوا نحن ممكن نقول انه هذا الشخص خلص عقيم 100%؟ ما صار في حدا اسمه عقيم، خلص ما في هيك شيء، لم يبقى أبدأ احد عقيم الا بحالات مثل ما حكينا نادره جدا. يعني احيانا تصل لمستوى انه انا بشوفها مثلا كل 10 سنين حاله واحده. تمام. طيب دكتور شو الحلول العلاجات الجديده؟ تمام. هلا نحكي عن شو طرحنا جديد بسوريا. اللي حبيت انا شاركه بضمن هي الحلقه انه نسلط الضوء على شغلتين، اللي هي شيء اسمه الجراحه المجهريه. الجراحه المجهريه هي بالعالم من زمان، يعني باختصاص جراحين الاعصاب، جراحين الانف واذن وحنجره، جراحين العينيه، هي اختصاص قديم دخل المجهر فيه. شو فكره المجهر؟ المجهر هو تكبير الساحه 4 ل6 مرات احيانا، واحيانا ل20 مره. يعني انت هالورقه قدامك، انا عم بكبر المساحه فيها لحتى اشوف ادق الاشياء خلال الجراحه اللايف، مو انه اخذ عينه ارسلها للمخبر يشوف لي اياها تحت المجهر اذا فيها او لا. صرنا نعمل المجهر اون سبوت مباشره بالجراحه. الجراحه المجهريه لما دخلناها بموضوع الضعف الخصوبه، صرنا نحسن من نتائج العمليات، زائدا نعطي المريض مباشره الشغلات اللي تفرحه وتبشره. هن باجراءين نحن دخلناهم، واحد بالدوالي اللي هو الاجراء الاكثر، وتقريبا صرنا شيء 3 سنين عم نشتغل هي العمليات، اللي هي نحن بنقول عمليات استئصال او قطع الدوالي عبر المجهر. شو ميزتها؟ ميزتها انه اول شيء العمليه صارت من شق صغير، بدلا ما كان شقه تقريبا شيء 3-4 سم، صرنا بشق اقل من 1 سم، ندخل عند الحبل المنوي، نفتح الحبل، بنشوف كل الاعضاء والمركبات. كان كثير في منها مضاعفات، انه واحد ممكن ينقطع الشريان الخصوي الرئيسي اللي هو بغذي الدم فيعمل له مشاكل كثير، احيانا ينقطع اللم فيعمل له شيء اسمه قيله مائيه، واحيانا كان انك تاخذ جزء من الدوالي اللي هو ظاهر للعين الجراح المجرده وما تعرف الدوالي الاخرى او الفاريكوسيل يعني الموجود لانك مو شايفه. بالجراحه المجهريه صرنا نشوف كل شيء، صرنا نعطي
يعني مضاعفات اقل بكثير، اقل من 5% نسبه للجراحه التقليديه 25 ل 50%، اقل من 5% مضاعفات، بقاء بالمشفى اقل من ساعه لساعتين، وعم يطلع دغري. بالجراحه العاديه كان مضاعفات بين 25 ل 50% مضاعفات، يعني شيء مسموح يصير 25 ل 50%، واحيانا بيبقى بمشفى احيانا لست سبع ساعات او لثاني يوم غالبا بضل نايم بالمستشفى. الجراحه المجهريه لغت هذا الشيء وعطت نتائج احلى بكثير ولمده اطول. الشيء اللي بالدوالي لازم ننوه عليه كل المشاهدين انه الدوالي هي توسع الاورده اللي بترجع الدم من الخصيتين. هلا بما انه هذا الوريد توسع، في اورده غيره ما توسعت، لما يتوسع هذا لسبب ما اكيد الوريد الثاني بعد 5 سنين رح يتوسع. بالجراحه المجهريه نحن بناخذ الوريد اللي توسع وبناخذ اللي فيه قابلية انه يتوسع مشان نعطيك مدى اكبر. عادة اللي بيعمل دوالي بنسمع انه هو بيكررها بعد سنتين ثلاثة اربعة خمس سنين. بهي الجراحة صار ما صفي تكرار للعملية بعد هاي الفترة. اثنين، نحن ضفنا الجراحة المجهرية بشيء بنسميه خزعة الخصية. خزعة الخصية المعمول فيها بسوريا هو انه بتتاخذ بالابرة وبتنبعد على التشريح المرضي. كلياتنا شوبنا سامحونا، ما شاء الله الاضاءه كثير حلوه ورايقه. رحنا بناخذ العينات وبنبعثها على المخبر وبنطلع المريض، بعد 3 ايام بجيب لنا العينات بيقول لقوا حيوانات منويه او ما لقوا، واذا لقوا شو وضعه. بالجراحه المجهريه لا، انا بخلي المريض اصلا نص فايق معي بالعمليه، يعني مخدره نصفي او موضعي، بنفتح جزء من الخصيه وبندخل المجهر على الساحه تبع العمل الجراحي وبنبلش نعمل شيء اسمه بحث بالمجهر. بالبحث بنشوف دغري الحيوانات المنويه، مو بس هيك، مثل ما حكينا بالكلاين فلتر بيكون في عنده جزء بسيط داخل الخصية. نفرض هي الخصية مفتوحة، طبعا هي خصية شيء أصغر بكتير بس بالمجهر بشوفها قد إيدي، فمنلاقي في نقط أو منسميها جزر، بتكون هي الجزيرة لحالة فيها حيوانات منوية، بنقدر نسحب منها مباشرة ونعطيها حيوانات منوية بإجراء بسيط وسهل، بياخد أقل من ربع ساعة وبيطلع بنتائج رائعة، بدلا ما أنه كان يعمل عدة إجراءات ليصل بالصدفة لهي الجزيرة بدون المجهر. فهدول هن الجراحات كتير رح يوفروا على المرضى وكتير رح يحسنوا من جودة حياتهم ونتائج علاج ضعف الخصوبة. تمام، شكرا كثير لك دكتور، شكرا كثير على المعلومات اللي قدمت لنا اياها اليوم. الشكر الجزيل لكم لقناه سما اللي دائما بتحاول تعلمنا شو في جديد، ونحن بنفرح لما نجي عليها لانه دائما بنحاول نجيب لها اشياء جديده، وهي بتشجعنا كمان على تطوير نفسنا وتطوير العلم والعمل الموجود. اهلا وسهلا.